حارس الأمن في السينما هيحافظ على النظام، بس مش طول الوقت. ليه ما حدش حذرني إن الشغل ده خطر؟ شفت تذاكركم؟ اتفضلوا. تذكرتك لو سمحت. اتفضل. استمتع بالفيلم. طير يا وسيلة توصيل الورق. وادي التذكرة لصاحبي. أيوة مسكتها. وادي التذكرة بتاعتي. اتفضل. شكرا. طيري يا تذكرة طيري. ده كان ايه؟ انا هو. اتفضل. والبنت بتشتت الامن. ألن بيعمل خطة لصاحبه شون علشان يدخل السينما. شون استعد. انا مسكتها. شد. يلا يا شون. قربت. أوه لا، الأمن أخد باله مني. أنا بس بستريح هنا. اتزحلق من هنا والعجل لسه قطعة واحدة. سلة المهملات. أنا محتاجك. أنا هستخبى هنا ومحدش شايف. زي كده. فيو، في حد رمى طوب هنا ولا ايه؟ اتفضلي. شكرا. هي عملتها. واو، في حد عارف يدخل في سلة المهملات. دي فكرة هايلة. انا كمان هجربها. أخيراً. هاي، فين الفيلم؟ طيب، ما كانش جزء من خطتي إن أنا أروح عند المهملات. يبقى مش مريح إنك تستخبي تحت سكيرت، حتى لو كانت طويلة. هاي، قربتي تخلصي؟ هو أنا ليه سمع أصوات؟ ولا أنا بتخيل؟ اتفضلي. فيو، ده كان صعب جدا، بس احنا عملنا شغل هايل. هاي فاي. يا شاب، ممكن اشوف التذكرة بتاعتك؟ اتفضل اهي، لوحدها، زي بالظبط. طيب، اتفضل. في حاجة مريبة. شباب، تعالوا من الجنب، من الجنب. نفعت، دخلنا. يا أرواح يا عظيمة، أنا بستدعيكي، ساعديني أسيطر على عقل الإنسان المتشدد ده. روح الأرض، تعالي ليا. روح الهوا، أنا بستدعيكي. أوه، أنا قادر أسيطر على أفكارك. أنت في حلم. نفعت. أصحابي، يلا، دي نفعت. ادخلوا بسرعة. غريبة، نفعت من أول محاولة ليا. هي دي نكتة؟ فين التذكرة بتاعتك؟ ما ينفعش تدخل من غيرها. كل سنة وانت طيب يا صاحبي. النهاردة يومك. وادي برنيطة الحفلة. شكلك وسيم جدا بيها. بس النهاردة مش عيد ميلادي. مش مهم، علشان احنا معانا بنياتا. بنياتا، انا بحبهم. ومعانا مضرب لايق مع البنياتا. خلاص مستعد؟ تقدر تعملها. شباب تعالوا هنا، خدوا بالكم من المضرب. فين البنياتا؟ مش عارف اضربها. انتوا فين كلكم؟ مفيش بنياتا، مفيش كندي. ايه النصب ده؟ الاضاءة، الزاوية، الصور دي هايلة. انا مش مصدق عينيا. شكل هايل، حظي حلو، وشي جميل جدا. مش معقول، ده فيه كل حاجة. رجولة وحساسية. تركيبة هايلة. الناس هيحبوها.
الخلفية دي مش هتنفع. أقف هنا، الإضاءة دي مخليها شكلك زي الملوك. عبقري، ده اللي أنا محتاجه. هتصحى تلاقي نفسك مشهور وأنا لازم أمشي. هاي، هو راح فين؟ هو ده كان إيه؟ ووهو، شمال، يمين، واو، هاها، هايل. عن إذنك، أوه، مين هناك؟ ممكن تقولي ده إيه؟ ده؟ نظارة VR، صعب أشرح، لازم تجربها. بتشتغل كويس جداً، استمتع. واو، دي حلوة قوي. أصحابي بسرعة، يلا يلا. شكراً، ده جهاز حلو جداً. اتفضل. العفو، أنا مبسوط إنها عجبتك. أنا هدخل السينما بأي طريقة ممكنة. أنا بعرف أتسلل زي النينجا. ورق كرتون ديدبول هتكون مفيدة. أنا بس بوستر، ما تدينيش اهتمام. يلا بينا، قربنا. أنا قريبة من الهدف. ديدبول، اوعى تخزلني. زرع غبي. كم خطوة بس كمان. أيوة، نفعت، أنا وصلت. عن إذنك. أوه لا، الفيلم خلص. إزاي؟ خطتي كانت كويسة، ده يوم مفهوش حظ. ما تقلقيش، المرة الجاية أكيد هتخليها تنفع. ممكن أشوف التذاكر بتاعتكم؟ في الواقع هما مش معانا، ممكن بس ندخل؟ مش ممكن تدخل من غير تذاكر. إزاي هندخل؟ أنا عندي فكرة. لما يبتدي مجموعة من الناس تدخل، هنتسلل من تحت الحاجز. تفتكر الخطة بتاعتك هتنفع؟ ليه لأ؟ طيب، أنا مستعدة. استنوا، ده أنتم تاني، امشوا من هنا، مقتحمين البوابات. هي يا صديق القديم، بقالي كتير ما شفتكش. اتفضل، تذكرة الفيلم بتاعنا ليك أنت بس. دي مش تذكرة، روح عند شباك التذاكر وأنا هحتفظ بدي. أنا جالي فكرة الخطة جريئة، إحنا هنتسلل على صوت إنذار الحريق. حريقة، لازم الناس كلها تمشي من المبنى. هاي، دي فرصتنا، يلا. ايه دي، حفلة تنكرية؟ فين التذكرة بتاعتك؟ أنا مش محتاج تذكرة، أنا بطل الفيلم. واو، هو ده أنت يا سبايدر مان؟ طبعاً، مش ممكن يبتدوا من غيري، لازم أدخل بسرعة. نعمل ايه؟ احنا معانا تذكرة واحدة بس، ازاي ممكن ندخل من الأمن؟ شباب، عايزين تدخلوا؟ أنا عندي فكرة، أنا هساعدكم. أوه، شكراً. إيه ده؟ محفظة؟ أوه، في فلوس. تعالوا هنا، أنتوا رايحين فين؟ أنا هجيبكم دلوقتي. وبس، محفظتي. شكراً، أنا بدور عليها في كل مكان. أنا كنت بس عايزة أرجعها لصاحبها. شكراً على المساعدة، الخطة نجحت. انت مين؟ الشيفت بتاعتك خلصت، انا هنا علشان اللي بعديه. هايل، ممكن اتغدى. كل حاجه تمام، الامن مش شاكك في اي حاجه. هي يا شباب، تعالوا يلا، والامن مش هنا. زميلي، شكرا انك اخدت مكاني. اي وقت، انا هدخل جوه واشوف لو كان كل حاجه كويسه. عجبكم القصص المضحكة بتاعتنا؟ قولولنا في التعليقات ايه أكتر طريقة عجبكم علشان تدخلوا بيها السينما؟ تذكرة في طيارة ورق؟ سلة مهملات؟ ولا مصور مهووس؟ وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو.